وتفاصيل الحلقة بتاعتي ببساطة جديدة. تعالوا نعمل مع بعض ازاي طبق كشري بيتكلم مصر. معانا عدس أصفر ومعانا رز مصري، الاتنين من خير أرضنا، ومعانا فص مستكة عشان يبقى الطعم مختلف. وأنا عاشق للمستكة لما تخش في جوه العدس كده ويشهد على كده شوربة العدس بالمستكة، بتبقى لطيفة جميلة. وجاية أيام الشتاء هنعمل العدس بكل تفاصيله كذا صنف. شايفين صورة العدس هرم على الشاشة، المقادير عدس أصفر مغسول وتصفت ميته موجود معانا، رز مصر برضو اتغسل وتصفت ميته موجود معانا، وفصين مستكة وملح وفلفل ومعلقتين من الزيت ومعلقة سمنة. بصراحة أنا عايز أضيف معلقة سمنة للطبق الكشري ده، لأن الطبق الكشري ده في الريف المصري والصعيد المصري اللي بوجه له تحية كبيرة من مزبيرو بيختلف من بيت لبيت. البعض بيحط له سمنة بلدي بيبقى لطيف وجميل. ادي معلقة السمنة بتسيح معايا، واشرب يا عم الشيف شوية الرز السمنة البلدي دول قبل ما يتعرف على العدس. فص من المستكة الحلو يسيح في قلب السمنة كده، اكيد طعم السمنة بيتغير هنا اهو زي الفل. الرز المصري معانا، تغسليه، وبعد ما تغسليه تخيب عندك بالشكل ده كده اهو. للمبتدئين في المطبخ معروف امهاتنا ربنا يديهم الصحه وطولة العمر، لما بيعملوا الكشري الاصفر ده بتاكل صوابعك وراه. نقلب الرز كده ونحس ان حبيت الرز شربت من السمنه. الاكله دي كنت اعشقها وانا صغير، مع البيض المدحرج في السمنه البلدي عليه شويه ملح وشويه فلفل كده، والواحد ياكل طبق واثنين وثلاثه وكماله. الرز يتقلب كده في السمنه البلدي. بدات اشم شماخه الرز وشخصيه الرز بفص المستكه اللي انا حطيته اهو. لا ده ما بياخدش بصل ولا توم، ده غير الرز بالخلطه يا شفيق. بيقول الرز ده ياخد بصل او تومه؟ لا، هي فص المستكه والسمنه ومعلقه الزيت. والرز كده يتفلفل على النار. الكبيت الميه بتاعه الطبق ده كده احنا مع بعض اهوت، انا عندي ميه بتغلى على النار وانت عندك براد الشاي بيغلي في المطبخ. كلنا عندنا براد شاي، الكاتل ده كده ميه سخنه وبنحط الشاي اليانسون المشروبات الحلوه دي الجميله، وسعره كلام فاضي يعني. احنا جنبنا حله بتغلي اهيت على النار فيها ميه بس. والله بقى عايزك تجوده وتحط شوربه لحمه شوربه فراخ، مبقاش كشري بقى الطبخه. احنا ميزه الكشري ده لما يتعمل بميه يا اختي يا خالتي يا عمتي يا زينب، يبقى طعم الكشري وطعم العدس وطعم الرز له شخصيته. شايفين العدس مع الرز ازاي كهرمانه كهرمانه، حبات الرز واخده اللون الفضي مع العدس واخد اللون الذهبي، يبقى فض وذهب الاثنين مع بعض. عايزين حاجه بعد كده فيها طعم المستكه التركيه بتاعه المغازي. معانا مين يا فندم؟ انت في الجيزه ده ساعه زمن تروح الشرقيه تاكل فطير مشلتت وترجع يا راجل طيب. شايفين العدس مع الرز حلو قوي. نيجي بقى للسؤال اللي سالناه من شويه عم اشرف بتاع اسكندريه الراجل الطيب صديق البرنامج، بيقول لك الميه قد ايه. بص يا عم اشرف انت قاعد بتتابعنا دلوقتي، انا عارف انا هنزل بالميه السخنه دلوقتي المغليه بعد ما اسوي العدس كده لغايه لما انت تقول لي ايه. ارفع ايدك ارفع ايدك انت مصري. ادي الميه اللي بتغلي على النار وحطيت الملح بتاعنا. الموضوع برؤيه العين. رؤيه العين والنظر. ما تقول لي ارفع ايدك بقى يا عم اشرف، ارفع ايدك انت مصري. اهزها كده زلزال زلزال. خلص الرز، ما تضربش المعلقه ولا اي حاجه. بس هي الهزه ده العيار بتاعه. وهديك نصيحه بقى، بتعملي اي رز نوطي النار بمجرد ما يغلي. المفروض هنا توطي النار مباشره، يعني اذا احنا على 9 زي البوتاجاز خليك كده على 3، اقسمي على 3 على طول. يعني درجه الحراره مثلا 150 خليها 50. شوف بدات ازاي النار تهدى. هو ده اللي انا عايزه. واغطيه ويطلع الرز لما يستوي. الكشري الاصفر ده الريف المصري والصعيد المصري أحجع ناس تعمله، طبعا طريقتك احلى من طريقتي مليون مره. ولكن عايز انوه عن حاجه مهمه جدا، زي ما قالت الاخت من شويه احنا معانا شوربه لطيفه وجميله، مفيش مانع
بعد الرز ده ما هيش رميته ناخد شويه شوربه من دولت نغذي بهم الرز ده تجويد. اه الرز بقى ده. طب بص على الصوره الحلوه، شفت الفقاقيع وشفت مكان الغلو؟ لا الصوره بروزها كده حطها على الشاشه، والله بتتكلم مصري. ايه الجمال والحلاوه ده؟ ايه ده؟ ايه الحبات الرز بتقول تحيه مصر، والحبات العدس بتقول تحيه مصر، ويا سلام لو ضفنا بقى شويه شوربه من العداد دي كده طعمه هيختلف طبعا ويبقى لطيف. معانا مين؟ طيب شويه كشري يفكرونا بالزمن الجميل وزمن الطبليه الحلوه. بيض بقى مفقش في سمنه بلدي ماشي، البيض ينزل على الكشري وهو في مرحلته الاخيره من السوى ماشي، بيض يتسلي ويتقشر ويتدحرج في السمنه البلدي ماشي زي ما انت عايز. عشان كده بقول الاكله دي بتختلف من بيت لبيت، وخاصة في الريف المصري والصعيد المصري اللي بوجه له تحية كبيرة من ماسبيرو. اللهم صل على النبي. هو ده. لا شوف أنا عايزك تجيب لي التفاصيل بتاعت شوية الرز مع الكشري، كل واحد يتنافس على شخصيته، والاتنين من أرض واحدة. أه، إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ أه. وطعم المستكة هنا ما أقولكيش. أه. ده الجديد، فص المستكة اللي أنا حاطه هنا طالع في البخار اللي طالع ده كده. أه. مش ريحة العدس وبس، ريحة المستكة كمان. وبعدين أول حبة زي آخر حبة، سبحان الله. أرض طيبة. يعني مفيش شوية رز راكنين في حتة ولا شوية عدس راكنين في حتة، نيجي نفتح الحلة نلاقي نصها عدس ونصها رز. خالص. ناخد البصلاية الحلوة تنزل تتناصر، وكمان البصل يعني الطبق ده مصري ثم مصري ثم مصري، واللي بيعمله مصري. يلا